أهلا مجددا مشاهدينا، نواصل معكم دفق الشروق الصباحي الحي والمباشر، وزي ما عودناكم دائما نتجول عبر كاميرا الشروق في كل مكان من خلال ربوع وطننا الحبيب، لنقف على حياة وتفاصيل مجتمعنا السوداني، برضو الخلاوة أو نار التقابة وخلاوة تعليم القرآن. السنة الماضية برضو كان عندها دور كبير جدا، خاصة الطرق الصوفية في دعم المتأثرين جراء السيول والأمطار، لكن نقف هذه المرة عند خلوة السريف، قلعة القرآن ونار التقابة، في التفاصيل أكثر من خلال هذا التقرير. من البعيد تبدو للناظر وكأن لا أحد يسكنها سوى تلكم المئذنة التي تعلو على ما عداها، ولكن عند الاقتراب منها تأتيك أصوات المرتلين لكتاب الله جل وعلا لتملأ أرياء القرية بخير الكلام. إنها غراء الزاوية بمحلية السريف، قلعة القرآن ونار تقابته التي لا تنطفئ. ويعود تأريخ وراء الزاوية إلى وصول مؤسسها الشيخ أحمد حنفي صالح، الذي ولد بإحدى بوادي زالنجي بغرب دارفور، والذي هاجر خارج السودان لتعلم القرآن وأسراره، ثم أتى إليها بتوجيه من شيخ الطريقة التجانية بالسنغال الشيخ إبراهيم ياس، الذي طلب منه تأسيس زاوية في شمال دارفور، وكان ذلك في العام 1974 للميلاد. ورغم أن المرض قد أقعد الشيخ أحمد حنفي، لا هم له سوى تحفيظ القرآن وعلومه والعلوم المنهجية ليتخرج فيها منذ تأسيسها 2700 حافظ للقرآن الكريم. اقتداء في حياته الاجتماعية بمن أرسل رحمة للعالمين قولا وعملا. ورغم أن له من الأبناء والبنات 38، إلا أن جميعهم حافظون لكتاب الله وتالون لآيه. ولم يقفل الشيخ حنفي العلم الدنيوي، فعلم أولاده حتى تخرج بعضهم من الجامعات، وتمتد تربيته إلى غير أبنائه، ولأنه بشر الوجه باسم الثغر طلق المحيا، اتخذ من سياسة اللين مع الحزم والترغيب بدلا عن الترهيب منهجا وإسلوبا في تقويم كل من يحيد عن الطريق من مريديه. وفي اهتمامه بمريديه ذهب الشيخ أحمد حنفي أكثر من التقويم بالترغيب، ليقيم على نفقته الخاصة كل عام زواجا جماعيا لكل من يريد إكمال نصف دينه. ومريد الشيخ أو سالكو الطريقة التجانية ومحبوها يأتون كل عام إلى غراء الزاوية في عدد من المناسبات الدينية، خاصة شهر مولد الحبيب المصطفى، يأتون ليس من المناطق القريبة فقط، بل تخطت محبته الحدود لتأتي الوفود من دول مجاورة وأخرى بعيدة، ولكنها تعتقد في التجانية طريقة تسلك بها دروب الله ومحبة رسوله. ومعروف عن الطرق الصوفية حبها لمدح الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه ترويح للنفس والروح، فلا تخلو أمسيات وليالي غراء الزاوية من حلقات الذكر والمديح. فإن شفائي في سغامي ولا غراء، فإن شفائي في سغامي ولا غراء، مديح حبيب الله من ناله شرا، نبي أتانا وهو نور وكله. إذن ليس بغريب على دارفور أن تكون فيها منارة لتحفيظ القرآن الكريم وعلومه مثل غراء الزاوية، فقبلا سيرت المحمل إلى بيت الله الحرام وحفرت اسمها في أروقة الأزهر الشريف برواق سمي باسمها.